السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة للتلاميذ اللي باقي عندهم يعني غموض في الدرس ديال الإزاحة والدوران، والدرس ديال الإزاحة والدوران هو أن أي تلميذ خص يكون متمكن بأنه ينقل أي شكل تعطالو ينقلو بواحد القن اللي هو معروف مسبقا، أو يطلبوا منا أننا نحن نوجدوا القن ونقلوا بهذاك الشكل هذاك. الآن يعني نشوفوا هنايا واحد ثلاثة المحاولات ديال نقل شكل هاد الشبكة، وعاطينا القن هنايا نقلوا هاد المثلث هذا وسط القن، ستة إلى اليمين ثلاثة إلى أسفل. إذا نقل نقطة بنقطة ثلاثة النقط اللي عندي هنايا اللي كيشكلوا المثلث، هما نقل نقطة بنقطة. نقل نقطة هذه، نبدا بهذه، نبدا بأي نقطة بغيت، بهذه ولا بهذه، المهم نقل النقطة هذه. إذا ستة قلنا ستة إلى اليمين ثلاثة إلى أسفل، إذا عندنا نحسب واحد، حيت كاين التلامذ اللي كيحسب هنايا واحد، هنا مازال واقف هنايا كيحسب واحد. إذا لا حسبتي هنا واحد خطأ، حتى كتخلف واحد الخطوة، هادي درنا خطوة هنايا هادي واحد، إذا هنا كنبدا نحسب واحد، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، هنايا ستة، ما كنعملش نقطة هنايا حيت مازال ما كملتش، هنايا الله ستة إلى اليمين، مازال خصني ثلاثة إلى أسفل، واحد اثنان ثلاثة، إذا هنا هاد النقطة هادي هي غترجع تنتقل لهنايا، ثم النقطة هادي، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، مازال ما كملتش، خصني ثلاثة إلى أسفل، واحد اثنان ثلاثة، نجي هنايا. النقطة هادي واحد، كاين التلامذ اللي كيحسب هنا واحد، لا ما نحسبش هنايا واحد، نمشي لهنايا باش ما نتلفش، إلا مشيت لهنايا هنايا نقدر نخطأ، إذا خصني نمشي هنايا واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، واحد، اثنان، ثلاثة، إذا نجي هنايا ثلاثة. إذا دابا هنا عاد كنجيب مسطرة أو الكوس أي أداة باش نرسم بها هذا المثلث هذا اللي حصلت عليه هنايا عن طريق نقل النقط. إذا نقلت، إذا هذا نقلت هذا المثلث هذا اللي هنايا، قمت بالإزاحة ديالو عن طريق القن ستة إلى اليمين وثلاثة إلى أسفل. محاولة ثانية، نشوفوا هذا المستطيل، القن هو أربعة إلى اليمين اثنان إلى أعلى، أربعة إلى اليمين اثنان إلى أعلى، عاوتاني نفس الخطة، نفس الخطة اللي كمشيت بها في الأول، نفس الخطة نقل النقط، نبدا بالنقط، إذا نقل النقطة اللي نقلت، نبدا بهذي أربعة إلى اليمين، إذا واحد اثنان ثلاثة أربعة اثنان إلى أعلى، واحد اثنان، ترجع هنايا، إذا نحسب أربعة، واحد اثنان ثلاثة أربعة، ومن بعد كنتقل جوج إلى أعلى، ما نعملش النقطة هنايا، لا تنكمل، واحد اثنان، إذا عندنا أعلى، النقطة هذي، واحد اثنان ثلاثة أربعة، واحد اثنان، النقطة هذي، واحد اثنان ثلاثة أربعة، واحد اثنان، عاد نجي هنايا، النقطة هذي، واحد اثنان ثلاثة أربعة، واحد اثنان، إذا نجي هنا المثلث، هذا مستطيل، هو غادي يجي هنايا، إذا اللي غادي نزيحوه. قوموا بالإزاحة ديال هذا المستطيل بواسطة القن، أربعة إلى اليمين اثنان إلى أعلى، إذا غادي يجينا هنايا، إذا أنا كنلاحظ بزاف ديال التلامذ مازال بزاف ديال التلامذ مازال كيتلفوا هاد القضية هادي، مكيعرفوش ينقلوا الشكل من مكان لمكان بواسطة قن معين، إذا باش نزيدو نوضحو أكثر ونفهمو هاد العملية، هذا هو المهم في الدرس ديال الإزاحة والدوران، وأن تعرف تنقل شكل بواسطة قن معين. شوفوا هاد الشكل هذا، هاد الشكل هذا، القن هو ثمانية إلى اليمين أربعة إلى أسفل، ثمانية إلى اليمين أربعة إلى أسفل، ثمانية إلى اليمين أربعة إلى أسفل، نحسب إذا نقل النقط، ثمانية إلى اليمين، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، أربعة إلى أسفل، واحد اثنان ثلاثة أربعة، النقطة هذه، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، واحد اثنان ثلاثة أربعة، النقطة هذه، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، واحد اثنان ثلاثة أربعة، النقطة هذه، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، واحد اثنان ثلاثة أربعة، إذا ملي كنحصل على النقط بربعة بهم كنقوم برسم الشكل
كنصير النقط، كنصير النقط فيما بينها. اذا ها هو نحصل على الشكل هذا. نعم هو نقلنا الشكل هذا، هذا المكان هذا بواسطة القنب 8 إلى اليمين و4 إلى أسفل.